بمناسبة الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، واحتفاء بميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أقيم في كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس بالمفرق احتفال وطني حضره عطوفة المحافظ ياسر العدوان وعدد من المسؤولين ورجال دين مسيحيين ومسلمين وشخصيات رسمية وشعبية. وفي الاحتفال رحب قدس الأب ديمتريوس السماوي راعي الكنيسة بهذا الجمع الطيب الذي يضم كافة أطياف المجتمع الأردني، كما ألقى محافظ المفرق ومفتي المحافظة ورئيس تجمع المتقاعدين العسكريين كلمات أكدوا فيها أن الأردن بقيادته الهاشمية نموذج حي على الوئام بين الأديان، إذ أن هذا الأسبوع هو نتاج هاشمي خالص، وأن المثال الصادق في الأخوة الإسلامية المسيحية نجده بجلالة الملك عبد الله الثاني. كما قدمت جوقة الكنيسة خلال الاحتفال مجموعة من التراتيل تلاها تقديم فيلم وثائقي عن مولد وحياة جلالة الملك عبد الله الثاني. وفي الختام سلم قدس الأب السماوي الدروع التكريمية لمستحقيها. هذه الاحتفالات اللي كانت اليوم تحت رعاية عطوفة المحافظ المفرق ياسر العدوان، وكذلك المجلس الأمني في المفرق كان موجود معنا وعدد من المشايخ وكذلك مفتي المفرق، كان احتفال داخل الأسرة الواحدة في المفرق في داخل قاعة كنيسة الروم أرثوذكس. الاحتفال اشتمل على عدة فقرات، في البداية كان السلام ملكي، كان بعدين مجموعة من الكلمات لعطوفة المحافظ، وكذلك كلمة إلي، وكذلك كلمة لرئيس التجمع المتقاعدين العسكريين دكتور إبراهيم، وكذلك كلمة كانت لمفتي المفرق دكتور أحمد الخطيب. بعد هيك كان في عنا عدد من التراتيل قامت فيها جوقة رقاد السيدة، ثم كان في دعاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، ربنا يحفظه ويباركه ويمد في عمره ويعطيه السعة والسلامة حتى يرعى هاي البلاد ويرسلها دائما إلى بر الأمان وشط الأمان. بعد هيك كان في عنا تسليم بعض الدروع للذين كان لهم مساهم بالاحتفال، لعطوفة المحافظ وأيضا للرئيس التجمع وكذلك المفتي. هذا أجمل ما كان حدث هذا اليوم، وأكيد شكر كبير وعميق للنور سات اللي دائما بتكون معنا في احتفالاتنا في المفرق في كنيسة رقاد السيدة. كل الشكر والتقدير للنور سات، وخاصة لرئيس القناة في الأردن الدكتورة باسمة السمعان. هذا اليوم من أيام الأردنيين، أيام الوفاء والمحبة والولاء لسيدنا وللقائد، ويوم كمان من أيام العرفان والجميل لأخواننا المتقاعدين، خصوصا في دور من بيوت الله عز وجل، كان الكنيسة أو الجامع. وهذه الكنيسة اللي هي أول ما أقامت في المفرق في نهاية الأربعينيات، وكانت هي الجامع والحاضن لكل مناسبة وطنية، واليوم احنا مشاركين في المحبة والسلام والأخاء والأخوة والتراص اللي عودونا عليه الهاشميين، وإن شاء الله أنه نعيد على الوطن وعلى سيدنا كل ليلة في مثل هالمناسبات في مثل هيك مواقع. نشكر ربنا، كان احتفال رائع بالفقرات تبعونه، احتوت على مجموعة من الكلمات لعطوفة محافظ المفرق راعي حفلنا لهذا اليوم، وكلمة لقدس الأب ديمتريوس السماوي تحدث فيها عن المقدسات المسيحية والإسلامية اللي نقلنا فيها لاهتمام الهاشميين بهاي المقدسات، واللي احنا بنفخر بهاي الوصاية الهاشميين على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية. كمان كان في عنا كلمة للواء الركن المتقاعد إبراهيم جديفات الدكتور، حكى فيها عن المحاربين القدامى وعن جيشنا العربي وعن الخدمة بالجيش العربي، والصحيح اللي احنا بنفتخر كثير فيه بهذا الجيش اللي هو نيشان على صدورنا معلق. كمان كان في عنا كلمة للمفتي، مفتي المفرق، وهو مفتي كل أهالي المفرق الصحيح مش بس المسلمين، لا أخلاقه العالية والنبيلة اللي احنا بنحترمها ومنقدرها جدا. كان في عنا مجموعة من التراتيل قدمتها جوقة رقاد السيدة العذراء، وتبعها دعاء لجلالة الملك. هذا الدعاء اللي إحنا صار بالنسبة إلنا هو عنوان لا يمكن يخلو احتفال منا إلا بذكره، لأنه الكنيسة علمتنا دائما إنه من أجل ملوكنا الحسني العبادة إلى الرب نطلب، فإحنا دائما بنصلي لهم ودائما بنذكرهم بصلواتنا. لهيك هذا الدعاء هو شيء نابع من قلبنا، بنطلب فيه دائما من ربنا إنه يحفظ جلالة ملكنا ويديمه على هالبلد وفوق روسنا.